السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وانا تكونوا بخير وصحه. جدا ان شاء الله معكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد الفطائر ديال البنين اللي كيجيو رائعين، غير ربع ديال الدقيق اللي كيجيو غزالين غزالين ساهلين، ووجدوا حتى المبتدئات كيجيو ساهلين في التحضير وكيجيو رائعين، ما نقولكمش ما تشبعوش منهم، كيجيو خفافين. شوفوا البنات كي كيجيو، كيجيو غزالين غزالين، ما فيهم لا زبده للداخل ولا زيت، كيجيو اكثر من رائع. قوموا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. ما تخلوش عليا باللايك اللي عجبكم، تابعوا الحلقه بارطاجيو مع الاصدقاء وحبيبكم، فاذا كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خير وفرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل جوج كؤوس ونصف ديال العلبه، عندي بيضه واحده، عندي الملح على حسب الذوق، ساشي ديال الفاني، عندي واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه او بيكون باودر ما يعادل واحد جوج غرام، عندي نصف ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه وخميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر، وعندي الحليب اللي كيكون دافي غيكون على حسب الخليط. صافي غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه غير القليل ديال الحليب، كندير فيه هاد السكر والخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، كنخلطها هكا غير القليل باش كتذوب معايا داك الخميره. دابا غنضيف البيضة، غنخلي نضيف هاد الساشي ديال الفاني، تقدرو تعوضوه بكشور ديال الحامض أو كشور ديال البرتقال، دابا غنضيف هاد 250 غرام ديال الدقيق اللي مغربل. غادي نستعمل دابا يدي، غنضيف هاد الخميره ديال الحلوه او بيكين باودر، غنضيف الملح على حساب الذوق واحد ربع ملعقه صغيره، وغادي نجمع العجينه ديالي بالحليب اللي كيكون دافي كما قلت لكم على حساب الخليط. العجينه خصها تكون شويه خوار رطبه، ما تكونش قاسحه. صافي كنخلطها هكا مزيان نص دقيقه باش هذاك كينسجم كلش هذاك العناصر وهذاك الدقيق ما يبقاش حبيبات. صافي هكا خصها تكون العجينه، خصها تكون هكا شويه كتلصق في اليدين. دابا كندهن يدي بالقلم ديال الزيت بحال اللي كنلبسو هكا العجينه باش دغيا كتختبر معايا، مكديرناش هداك القشره. صافي كنضغط عليها هكذا وكنغطيها، نخلي حتى تختبر وتضعف الحجم ديالها ونرجع معاك. بالنسبه للحليب انا خدات لي 155 مللتر ديال الحليب. ملي اختمر العجين كنخليه حتى كيختمر وكنخرج منه دابا هداك الهواء اللي كيكون فيه، وكنقسم العجين على اثنين. صافي ملي قسمت العجين على اثنين ودرتو هكا كويرات، كنرش كندير ورق ديال الزبده، كنرشو بدقيق وكنسرح عليه هكا العجينه على شكل دائري، كنستعن هكا شويه بالمدلك، تقدروا ديروا غير بيدكم. صافي ملي سرحت الدائره ديالي، جيب قطعة ديال البيتزا او الموس اللي عندكم كتقطعوا بهذه الطريقه اللي ساهله. صافي كتحاولوا تبعدهم شويه باش ملي كيختمر ما كيتلصقوش، وكنغطيوهم كنخليهم حتى غادي حتى يختمروا ونرجع معكم. ملي اختمر العجين درت الزيت كتسخن، كنقص على النار متوسطه. دابا كنبدا كنطيب الفطائر ديالي او البيني ديالي، ما كتكثروش الزيت بحال السفنج، كديروا هكا يعني نصف المقدار ديال المقلاه، ما تعمروهاش بزاف، وكنحطوهم هكذا
طريقة سهلة حتى بالنسبة للمبتدئات، كنشتو كي كيتافخو كيجيو رائعين. غادي نخليو حتى كيتافخو مزيان كيتحمرو من التحت وكنقلبوهم. صافي ملي كيبداو كيتحمرو كنقلبوهم. ديروش النار قويه بزاف باش ما تحرقو لكمش، راه دغيا كيتيبو. صافي دابا ملي تابو تحمر من جوج جهات غادي نحايدهم، نديرهم على هكا على شي مصفات. ملي حيدت ديك الدائره الاولى دابا غندير هذه نفس الطريقه. الطريقه كما شفتوا معايا سهله، كيجيو رائعين واخا غير بعدا 250 غرام ديال الدقيق، كيجيو حتى كيما ما شاء الله وساهلين هكا الكوتي ولا الفطور كيوجدو بسرعه وما فيهمش الخدمه هكا الصيف رائعين. صافي كنستمر هكذا، هادي غادي نفندهم بالسكر. صافي دابا غادي نفندهم السكر حبوبات او السكر سنيده، ثم كيبقى لكم الاختيار. تقدروا تزينوهم بالشوكولات، تزينوهم ديرهم في العسل او المربى، ديروهم عليهم الكوك اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. صافي كنستمر هكا حتى غادي نكمل. البنات الفتره ديالي ملي كملتهم كيجيو اكثر من رائعين، ما تشبعوش منهم، كيجيو غزالين غزالين. كيخرج جوج ديال الاطباق بحال هادو، يعني كما عرفتوا راه جوج دائرات، كتخرج كل دائره فيها 8 ديال القطعات، 16 قطعه المجموعه، كتجي رائعه البنات، كيجي غزال غزال. ما نقولكمش شوفوا البنات كي كيجي الداخل، كيجي مهوي وكيجي خفيف خفيف وناشف من الزيت بحال اللي ما طيبناش في الزيت، وكيجي اكثر من رائع كما شفتوا، غزال وساهل في التحضير، ما فيه لا زيت لداخل ولا زبده، ويعني ناجح 100% او مليون في المئة، كيجي اكثر من رائع البنات. نتمنى تجربوه ويعجب لكم، انا متاكده غادي يعجبكم. ما تخلاش ليا عليه باللايك الى عجبكم، طبيعة الحال بارطاجيو مع الاصدقاء اللي حبوا يشوفوا الفائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا، حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.